في المرتبة الخامسة إليكم جزيرة تارود. هي جزيرة تقع على الخليج العربي مما يلي القطيف، وتتصل بها بجسر طبيعي يتراوح عرضه ما بين 10 إلى 20 متر في طول 4 كيلومترات، ولا تزيد مساحتها عن 4 كيلومترات مربع. وتقع مدينة تاروت التاريخية في قلب الجزيرة، وقد اكتشفت بالجزيرة أثار هامة يرجع بعضها إلى فترة عصر السلالات الأولى لبلاد ما بين النهرين، أي قبل مدة تتراوح بين 4000 و5000 عام. أما البعض الآخر فيعود إلى فترات زمنية مختلفة معاصرة للحضارات الإعلامية الفارسية وحضارة الموهنجدارو على نهر السند، وحضارة أم النار التي قامت بالمنطقة الجنوبية من الخليج العربي.